حضراتكم مره تانية مستمرين في حديثنا ولقائنا مع المهندس هاني زاد عضو مجلس اداره نادي الزمالك. باشمهندس هاني نروح بقى للاسئله السريعه. امر هل مرتضى منصور هو الحاكم بامره داخل مجلس اداره نادي الزمالك ولا يسمح بتداول الاراء بين اعضاء المجلس؟ كنتش انت تعمل عليا الكليب ده يعني اللي انت قلت فيه انا ماسك اللي كان معايا زاد برضه تاريخ بقى له فتره طويله هو يعني لسه اول مره يبقى عضو مجلس اداره فات الاتحاد الدولي الكاس سفريات افريقيا كلام من ده كله في حاجات لا تحتمل رفاهيه الوقت زي ما بنقول. تمام. هل يترشح هاني زاده في الانتخابات القادمه نادي الزمالك على قائمه مرتضى منصور باذن الله؟ ما هو افضل قرار لهاني زاده على مدار تاريخه داخل اروقه مجلس اداره نادي الزمالك؟ يا ابراهيم مش عارف بصراحه الله اعلم. يمكن انا بعتقد في كوره تعاقد مع حسام ابراهيم حسن افضل صفقه. ده كان السؤال التاني هنقول حسام ابراهيم برضه. كان طبعا حسام ابراهيم واحمد الكاس قبل ما اخش المجلس. قرار لمجلس اداره الحالي انت اعترضت عليه بشده. الحالي ده؟ اه. انا كنت عايز بصراحه الانتخابات تبقى الشهر الجاي. كنتش عايزها في 23 نوفمبر. ليه؟ بس بمنتهى الموضوعيه اللي انت عارف. لا انا رايي ان اطولها ليه يعني؟ اطولها تمام. ليه؟ لاعب كنت بتتمنى ان هو يفضل موجود في نادي الزمالك ما يمشيش. مؤمن سليمان. مؤمن. مؤمن زكريا. طبعا. ومن الراحلين اللي في الفترة اللي فاتت اللي مشوا الفترة اللي فاتت اللي انت شايف ان هو اتظلم وما خدش وقته؟ يمكن اسلام جمال. انا كنت من حتى انا كلمته بالتليفون كان نفسي ان هو يقعد فعلا تيجي لكن للاسف ما حصلش نصيب يعني. لاعب ندمت انه جه نادي الزمالك؟ لا مش تم معقول. التعاقد معاه؟ لا 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 مش معقول اقولها دي. مستحيل انه لبس الفانيلا البيضاء يا ابراهيم. خلاص في واحد في دماغك يعني؟ لا في طبعا في ناس جم ومكان لهمش لكن ما دام لبس الفانيلا البيضاء ما اقدرش اهاجمه طبعا. في مدرب جه نادي الزمالك ما حصلش على فرصته كنت شايف ان هو لو قعد فتره اطول كان يحقق نجاحات؟ ماكليش. ماكليش كان اختيار كويس بس كان عيبه ان هو جاب جهاز معاون ضعيف. لكن لو كان هو فعلا اهتم بالليله ما اعتقد ما اداش نادي الزمالك يعني زي ما بيقولوا الفكره السليمه. هو كان لو جاب جهاز معاون معاه كويس كان زمان الراجل ده قاعد لان احنا طلعنا معاه ماتش في الكاميرون كسبنا 1-0 والكوفي طلعنا معاه في الجزائر. لا عروضه بقى اتدورت وبالذات كان جاء معاه جاء في الاخر مساعد له اللي هو فرانك ده كان يجي له ويقف جنبيه على الدقيقه 90 لو تفتكر ويقول له غير. حتى انا مره يعني واحنا مسافرين بره بقول له يعني انت بتغير دقيقه 90 ده اللي ينزل ده هيعمل لك ايه يعني؟ يعني ادونا فكره. طب عشان الناس بتتريق علينا. منين حاجه تقول ان هو كويس ومنين انت كنت عامل؟ لا ما اتاثر بالجاء. ما انا بقول لك شوف المدربين الكبار تمام ما بينزلوش الملعب عشان يعمل لك الفتنس ويعمل بتاع ده. هو المفروض بيكاتشن بره فالجهاز المعاون بتاعه وقعه. طيب قبل ما نروح للصور اخر سؤال في الاسئله السريعه هل تدخل مرتضى منصور ايه؟ الصور ايه الصور دي؟ دي فقره الصور. قبل ما نروح لفقره الصور هل تدخل مرتضى منصور بشكل مباشر في اداره فريق الكوره هو السبب؟ بقول لك ايه الزمالك لما بيكسب كلمه اياها لان دايما حاول افضل اقول يا سلام على الاداره وعلى المدرب واللاعبين. جه الماتش اللي بعديه خسر رئيس النادي هو السبب. يا جماعه يعني انت شايف ان ده عبء؟ بص ان تدخل انا شايف مرتضى منصور ملوش سبب في القصه بيبقى في عبء نفسي كبير على رئيس نادي الزمالك في الماتشات. الجمهور لا يقبل الا بالفوز ويوم الهزيمه يقول لك مرتضى منصور هو السبب. يا جماعه طب يعني انا موافق على كده بس بشرط لما الزمالك يكسب قولوا برضه ان مرتضى منصور هو السبب. طيب نروح للصور.